تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد إحدى اللجان الانتخابية في محافظة الأسكندرية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2018، والتي انطلقت أمس الاثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل. وخلال تفقده إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الأسكندرية، أشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن ما تشهده مصر خلال الأيام الحالية يؤكد حب المصريين لبلدهم وتطلعهم لبناء مستقبل أفضل. وأثنى رئيس الأركان على الشباب المصري واصفا إياهم بالشباب الواعي، مشيرا إلى أن شباب مصر حريصون على بناء وطنهم وتحقيق مستقبل أفضل للبلاد.